الطلب الجديد واللي هو الكونسيومر بيهيفير. ليش الكونسيومر مهم بيهيفير why it's important to study الكونسيومر بيهيفير؟ لأنه understanding the behavior of consumer is a fundamental requirement for marketing pharmacy products and pharmacy services. Well, good marketers realize how important it is to understand the consumer behavior, لأنه they make decisions about the purchase and use of drugs بناء على their behavior. يعني behavior كيف consumer behavior بيؤدي إلى اتخاذ القرارات إنه كيف بدنا نشتري أو كيف بدنا نعمل consumption للدراجز. ف it's important to know the consumer behavior because it is necessary في setting the prices, advertising, when designing the pharmacy services and other marketing activities. هلا الديسيجن ميكينج في الهيلث كير بيختلف عن الكونسيومر ديسيجن ميكينج اباوت بيرتشيزينج نون هيلث كير برودكتس. ليش؟ لانه بالبدايه الكونسيومر هون بحد ذاته ما بيختار انه يكون عنده سيرتين ديزيز او سيرتين كونديشن ذات ريكواير باينج ميديكيشن ذات ريكواير باينج او تي سي. عادة الإشي بيفرض نفسه على البيشنت، بينما decision making في الأذر non healthcare product أحيانا بنشتري إشي لأنه إحنا جاي عبالنا نشتري we want to buy it. It's, there is not a need to buy it. Okay. شغلة تانية، حتى لو البيشنت كمان صار عنده certain condition مش هو اللي بيختار الميديكيشن، الفيزيشن الفارماسيست هو اللي بيختار له الميديكيشن. فأوسو كمان he is not the one who is choosing the medication or drug. Okay. Other thing that is different from other non-healthcare products إنه عادة ال patient doesn't pay the full amount of money للإشي، عادة للmedications عادة مدفوع عنه حدا تاني زي third party buyers، زي مثلا انه مأمن تأمين صحي، مأمن تأمين جيش، مأمن تأمين خاص etc. فهو فعليا ما بدفع الاشي كامل، بدفع جزء معين، نسبة التأمين قديش لازم يدفع وللباقي. فعادة بهون بهاي الحالة باليوأس عليه دراسات كتيرة كيف انه المريض ما بشعر قديش بيطلع حق فعليا للهيلث كير برودكتس، وبالتالي بصير عنده over consumption. يعني هو بدل ما يجي يدفع مثلا 200 دولار 300 دولار عم بدفع 10 دولار 20 دولار 30 دولار، وهو فعليا he sense قديش بيطلع من جيبته اللي هو 30 دولار 20 دولار. فبصير عنده over consumption، كل ما حس حاله راسه بوجعه، عنده شوية فلو وعنده شوية كود، مباشرة بروح على الدكتور وبخليه يوصف له وشيك عليه ويوصف له medication وكتب له medications، وبصير بهاي الحالة over consumption لل healthcare providers وال healthcare products. okay. ليش؟ لأنه he is insensitive لل prices اللي هي actual prices، لأنه بدفع fraction of the cost. okay. فلهيك it's important to understand the patient decision making لل pharmacist، ولأنه كمان مش بس إنه patient بيشتري prescription medication، there is a lot also a large number of consumer generated pharmacy transaction including non-prescription medication, herbal medication, cosmetics, baby, food supplies, etc. فكتير مهم إنه نفهم كيف ال patient بيعمل هاي ال decision making وال purchasing لل هاي ال product، حتى إحنا بالنهاية هدفنا نزيد ال transactions هاي اللي بقوم فيها ال patients وال consumers، وبالتالي بنزيد ال revenue وال profits ل our business أو ل our organizations. Consumer make decision to fulfill their unmet needs and wants. Now, for example, لو أخذنا إنه البيشنت بده يروح على الفارماسي to satisfy some desired واللي هي treat a cold. The patient decision about how to fulfill this desire is influenced by variety of factors including several personal social, personal and economic factors. Okay. فهلو
وجينا حكينا عنهم one by one. الإيكونوميك مان، إيكونوميك مان رح نحكي عنها أكثر إشي، إنه كتير من الماركترز معرفتهم على الكونسيومر بيهيفير originated from economics. كتير عشان هيك في البداية لما حكينا الماركتينج هو عبارة عن مالتي ديسيبلينري، بيجي من variety of يعني sciences، psychology والثيوري والبيهيفير والإيكونومي واتسترا. فالإيكونوميك شكل يعني بارت منيح من how to understand the consumer decision making process. عندهم عادة الإيكونوميكس بيفترضوا بعض الفرضيات وبيحكوا إنه مثلا the people are rational in their behavior. هاي هي الأسامشنز اللي بيحكوها. أول أسامشن إنه البيبل راشنال في اختيار في تصرفاتهم، إنهم عندهم لوجيك ومنطق ويعني بتصرفوا بطريقة راشنال. أوكي، وعادة الناس they attempt to maximize personal satisfaction. إذا هو دائما الواحد بده يعمل maximization للsatisfaction through exchange. أنا يعني في عندي certain desire، بدي satisfy هاي desire عن طريق إني أعمل عملية الexchange اللي هي marketing. أوكي، وعادة الcustomers الassumption الثالث إنه they make search about other alternative. أنا يعني لما بدي أشتري شغلة معينة ببحث عن البدائل الموجودة في الماركت لنفس الإشي اللي أنا بدي أشتري، شو substitutes الموجودة في الماركت زي ما حكينا في الcompetition نفس الإشي، إيش في عنا بدائل لنا، وبعدين I make a choice. أوكي، وبعدين they use the assumption الثاني اللي هو حكينا اللي هي they use the information اللي عند موجودة عندهم to make their choice. هذا الايكونوميك مان يعني بارت كتير مهم لما بدنا نشوف البيهيفيرز اللي لها علاقة بالبرايس، بالكونسيومر انكم، الكواليتي والكونسيومر تيست. ففروم ايكونوميكس بحكي انه الديماند، دائما بنحكي في الايكونومي ديماند وسبلاي، الطلب والعرض، العرض والطلب. اوكي، فبيحكوا انه الديماند فور دراج بيزيد لما يكون سعر الدواء اقل والمقابل سعر بدائله اعلى، ولما يكون الانكم للكونسيومر هاي انكم، كونسيومر انكم كمان هاي كونسيومر تيست، بيعتمد على التيست اند بيعتمد على الكواليتي اوف ذا دراج اند اكومباينينج سيرفيس او البرودكت. يعني فكل ما زادت الكواليتي البيهافير بتغير بزيد الباينج بيرتشيزنج بيهافير، احنا بشكل عام نحكي زاد الانكم قل سعر الدراج، زاد سعر الالتيرناتيف فاحنا بنروح للدراج تاع اللي هو الاقل. فهاي هي الايكونومي. هاوفر دائما الايكونومي زي ما حكينا في اسامبشنز انه الناس راشنال بيدرسوا الالتيرناتيف they are maximizing the personal satisfaction through exchange and they use the information to make their choice. هاي هي الفور اسامبشنز. هاوفر لو اجينا بالواقع بنلاقي الناس احيانا بيعملوا impulsive decision، they are not rational، they don't يعني بيكون الواحد they don't have enough money to buy basic things، وروح بيشتري اشياء هو كمالية بس لانه he desired يعني وهي not rational. okay، not a rational behavior، not a rational thing to do. فا يعني مش دائما الايكونوميكس ثيوري عم تشتغل صح، لانه بتعتمد على اسامبشنز كثيره، وهي الاسامبشنز لازم تكون كلها اوكي 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 حتى بالنهايه تكتمل الصوره زي ما بدهم الايكونوميك ثيوري. اوكي، وفي كمان عوامل تانية بتاثر على الهيومن او الكونسيومر بيهيفير اللي هي زي سوشيال والبيرسونال. هسا social influences، إحنا دائما consumer behavior is influenced by interaction their interactions with other. okay with others.
من الولادة لحتى الواحد يكبر وهيك تصرفاتنا أو كإحنا كهيومنز we are influenced by subtle pressures that form our desires and actions. Okay. وبالتالي these pressures can emanate from social norms established by peer group, reference group, family and social class. يعني في أشياء بتشكلنا بتشكل قراراتنا بتشكل رغباتنا. ليش؟ لأنه عندنا بريشرز موجود ضغوطات من الأهل من الأصدقاء من الناس المؤثرين حوالينا بتشكلنا من الولادة لحد ما نكبر وهاي بتتحكم في اتخاذ القرارات لنا. أوكي يعني هسا إحنا عندنا الأشياء السوشيال نورمز الأشياء الطبيعية العرف اللي معروف الأشياء اللي موافق عليها عرفيا واجتماعيا مش نفس الأشياء اللي موافق عليها عرفيا واجتماعيا برا. فالديسيجنز لواحد عربي عايش بالأردن بتختلف عن الديسيجن حتى لعربي عايش بأمريكا أو أمريكي أجنبي بأمريكا. أوكي فبتختلف الديسيجنز حسب السوشيال نورمز والسوشيال بريشرز اللي بيكونوا شخصيتنا وبيكونوا رغباتنا وبالتالي بيأثروا على قراراتنا. كمان مش بس السوشيال بيرسونال انفلونس احنا في عنا دائما في عنا variety of desires and pressures that influence our behavior. هاي جاي من يعني داخلنا cognitive psychological process داخلنا وصعب الاذر to know يعني اوكي it's difficult for other to see but crucial how we act. يعني ممكن انه احنا ما حدا يعرف كيف احنا بنتصرف الا مثلا اهلنا اصدقائنا. ليش؟ لانه تعودوا علينا وعرفوا كيف نفسيتنا كيف طبيعتنا. اوكي بس هاي اشياء بيرسونال. فلما بنيجي نحكي على الكونسيومر بيهافير ونيجي بدنا ناس ماركترز كمان لازم يعني يفهموا كيف الانسان بفكر داخليا كيف السايكولوجي بتاعته بناء عليه حتى يأثروا عليه وبالتالي يزيد الديماند والكونسيومر يشتري. لانها حكينا زي ما احنا مش بس اور سايكولوجي البيرسوناليتي تاعتنا الفاليوز ايش احنا الاشياء اللي عندنا. في ناس بحبوا انا بشتري اي اشي رخيص مش مشكله هذا هو او لا انا والله بدور على الاشي اوف هاي كواليتي لا انا بدور على اغلى اشي مع لانه احسن اشي. في ناس لا بتحكي انا لازم البرايس ماتش الكواليتي. اوكي البيليفز الاتيتيودز اوكي هاي كل هالاشياء اللي من البيرسونال انفلوينس. فالماركترز draw from these frameworks أو زي ما حكينا اللي هي economy والsocial والpersonal to understand consumer behavior. Economic and social sciences provide the foundation of most marketing theory. Therefore, many processes in pharmaceutical marketing are originated from other disciplines. زي ما حكينا for example intervention to increase the patient adherence. يعني احنا بنزيد ال patient adherence based على ال economic, social, psychological okay behavior. مثال اعطيكم اياه على كيف احنا بنزيد ال adherence. احنا عندي كان دكتورة بتشتغل ابحاثها ما بين فلوريدا وبورتوريكا وال population of interest تاعها كان ال HIV okay ال patient اللي عندهم HIV. ف عشان يزيدوا الادهيرنس والبيشنس يضلهم ياخذوا الميديكيشن تاعت الاتش اي في واشياء زي هيك حكوا احنا نزيد الادهيرنس خلينا نوفر لهم الدواء ببلاش. فدن هنا يتعدوا الايكونوميك فريم ورك حكوا احنا بدنا نوقف الدواء ببلاش. كمان صاروا يعملوا education للبيشنس ويجوا يراجعوا بالعيادة كل فترة وفترة ويتابعوا أشياء زي هيك ويحاولوا حتى إيش يزيد الأدهيرنس. آخر إشي لاحظوا إنه البيشنس راحوا عبوا أول مرة تاني مرة هيك بعدها البيشنس بطلوا يروحوا على الصيدلية ياخذوا الميديكيشنز تاعونهم. فدكتورة صارت تعمل معهم هدول البيشنت انترفيو تسألهم انه انتوا ليش بطلتوا تروحوا على الصيدليه تاخذوا الدواء. ولا حكوا لها الدواء يعني لما بنيجي ناخده بيكونوا الناس يعني مكتظين بالصيدليه اسمائنا عليها
ومكتوب ليبلينج عليها انه مثلا فور اتش اي في ميديكيشن. احنا هناك الليبلينج مش زينا انه بيجي الدرج انسرت جوا الباكيت، لا هم زي بيعملوا بوتل وهم بحطوا عليها ليبلز من عندهم، كل صيدليه تصنع الليبل تاعونها، فمكتوب عليها اسم المريض وانه انديكيشن اتش اي في وشي زي هيك. فبيحكوا احنا صرنا نستحي نروح على الصيدليه ناخذها، لانه الناس اللي هناك يعني الا ما حدا يعرف انه احنا مريض اتش اي في وجايين ناخذ الميديكيشن. فهنا يعني كيف انه احيانا السايكولوجيكال فاكتورز والسوشيالي از نوت اكسبتد، هذول الناس اللي ببورتوريكا عندهم اتش اي في، فيعني هذول كانوا باريرز للادهيرنس. فاحنا لازم نفهم كل هاي الفاكتورز حتى نغير البيهيفير، هذا البيهيفير بهاي الحاله انه انكريز البيشنت ادهيرنس. ف كثير مهم انه نفهم كل هاي الفاكتورز ونحاول نقيم هاي الباريرز حتى نعمل نغير البيهيفير اللي احنا بدنا اياه. اوكي، وهذا مثال راح انتبهوا فعملوا انستركشنز للفارماسي انه لما البوتل انه تتغطى بمثلا وايت بيبر وتحتيها تنشال ويكون عليها الانستركشنز واسم المريض او شيء زي هيك، او بتنحط بكيس انه يكون ما حدا يعرف انه هذا مريض اتش اي في ولا يشوف الليبل، ويعني حتى الحفاظ على البرايفسي تاعت البيشنتس. ورد زاد الادهيرنس، فكانت المشكله مش من الادوكيشن بروجرام ولا المشكله لانهم وفروا لهم ميديكيشن، كانت المشكله سوشيالي سايكولوجيكالي هي اللي ما خلت البيشنتس يصيروا ادهيرنس ادهيرنت. اوكي، فهاي مثال كيف انه احنا لازم لما بدنا نعمل ماركتنج انترفينشن عشان نغير بيهيفير معين لازم نفهم all disciplines مرتبطه بهذا البيهيفير حتى نغيره. تو كاتيجوريز، اوكي، اما ان يكون نيو او يكون ريبيت. مثال على نيو، لو انه واحد عنده صار كف وبده يروح يشوف نيو كف اور كولد بريبريشن، بهاي الحاله بيكون نيو ديسيجن. ريبيت ديسيجن لما مثلا بيشنت يعمل ريفيلينج لبريسكريبشن ميديكيشن او باخذ دائما او تي سي بين ميديكيشن بده يرد يشتري منه مره ثانيه، هذا يعتبر ريبيت ديسيجن. اوكي، هلا لو اجينا على النيو ديسيجن، النيو ديسيجن رينجز فروم اكستندد او اللي هي بتكون كومبلكس او ليميتد بروبلم سولفنج، واللي هي بدها تكون سمبل ديسيجن. اوكي، كومبلكس ديسيجن زي ما حكينا هي عباره عن اكستندد بروبلم سولفنج و سبستانشال كونسيدريشن اند ايفورت by the consumer is needed. okay، فالextended problem solving بدها تكون complex وبدها من الconsumer substantial considerations and actions and effort. okay، مثال عليها عادة امتى بصير هذا الاشي؟ لما بدنا نروح على first choice of important product or service. مثلا patient بده يعمل undergoing surgery، مش بسهولة بيحكي انا بدي اعمل العملية وخلاص. عادة العملية مثل هيك typically require extended problem solving، صح ولا لا؟ اما limited problem solving الاشي بده يكون simple وبده عادة يكون مرتبط ب impulse decision، يعني قرارات لحظية يعني تلقائية لحظية. اوكي، بتكون unplanned decisions. okay، وما بتحتاج a lot of mental efforts يعني، وما بتكون of that importance بحيث انه احنا ناخذ وقت كتير في التفكير فيها. okay، هلا لو نيجي على repeated decision نفس الاشي، في عنا simple وفي عنا complex، او اللي بتحتاج limited problem solving واللي بتحتاج الـ complex أو الـ extended problem solving. okay، بشكل عام الـ repeated decision تحتاج less contemplation than a new decision. contemplation يعني هي عملية التفكير والتمعن وفي اتخاذ القرار. okay، فهي أقل contemplation than a new decision in general.
ليش؟ لأنه البيشنت بيكون عنده experience قبل gained from previous purchases and decisions. أوكي، فمثلا إذا البيشنت هو يعني loyal to certain medication, to certain brand, to certain drugs, to certain OTC medication للبين, they will يعني have very quick and limited problem solving. ليش؟ لأنه يعني هم ما بحتاج effort منهم وتس repeated, فبدها تكون limited problem solving. احيانا كمان ال habitual choices يعني اشي متعود عليه تختاره, اوكي, فهون بحال الحالة بيحتاج limited problem solving. اوكي, بالاكسنتد بروبلم سولفينج لريبيتد ديسيجن ممكن انا فاريتي سيكينج, يعني انا عم بدور على انواع, يعني انا متعود اشتري كف ميديكيشن او متعود اشتري بس عم بحاول اشوف انواع مختلفه منه, او انه انا كنت عم بستخدم منتج معين, I am dissatisfied with my current choice وانا بدي ادور على بديل لإله. بهاي الحاله ممكن اختار استغرق وقت في اني اعمل الاختيار, وبالتالي بحتاج extended problem solving and thinking from the consumer. اوكي, انه the degree to which patient engage in problem solving has important impact على الفارماسيست. اوكي, فالبيشنت اللي هو engage in extended problem solving want information to guide their decision. دائما بدهم معلومات حتى decision, they search for information. اوكي, بالتالي they are more likely to pay attention to longer more thoughtful messages. اوكي, ممكن انت دعايات الاشياء يكون هم they pay more attention لإلها. Patients who engage in limited problem solving restrict their attention to short repetitive messages with low information content. اوكي, اللي عندهم extended بدهم information اكثر, يعني عادي long messages تكون طويله. اللي بيعملوا simple وlimited problem solving بالعاده بيحتاجوا الى مسجات قصيره متكرره افضل من انهم يتعرضوا للمسجات الطويله. لهيك احيانا انه في عندنا دائما بمجال البروموشن وهي الاشياء بيحكوا لك انه في هدول الناس الاشياء اللي انت بتتوقع انه يور برودكت بيحتاجش اكستندد بروبلم سولفينج وطبيعته ليميتد بروبلم سولفينج, الافضل تكون دعاياته قصيره كلها صور ما فيهاش معلومات كثيره وتكرارها افضل من انه انت تحط دعايه طويله وفيها حكي ومعلومات كثيره. اوكي, يعني بهاي الحالة ما بتحتاج بروشورز, ما بتحتاج مثلا ويب بيج اديوكيشن عن يورو برودكت, الافضل انك تجيب دعايات قصيرة متكررة. وعادة يعني بمجال الدعايات بيحكوا انه تحتاج up to 20 repetition من يور مسج حتى انه الكونسيومر make a decision to buy your product. اول مرة ignore it هيك, بعدين ببلش يعرف انه في دعاية بتحكي عن هيك منتج, بعديها لما يكون بحاجته بروح وبيشتري المنتج تبعتك. فهاي كيف انه مهم انه الواحد يعرف كيف البرودكت تبعته وكيف طبيعة الناس بالميكينج ديسيجن وماتش ديم بطريقة البروموشن والدعاية لها. هلأ الكونسيومر ديسيجن بروسيس, في عنا 5 ستيجز او 5 points لإلها بتتضمن ضمن 3 stages. اوكي, اللي هي البري بيرتشيز ستيج والكونسومشن اللي بصير فيها البيرتشيز والبوست بيرتشيز ايفالويشن ستيج. اوكي, البري بيرتشيز ستيج اول اشي هي عملية انه انا need recognition, انا recognize that there is a need for a certain product or service. عادة الستيمولس هاي الاشي بيجي from a desire, يعني مثلا ال headache arouses a need for pain medication, صح ولا لا, to get rid of pain, وبالتالي to get rid of pain ممكن يخلينا بالنهاية we can buy pain medication. ف
فعادة desire arousing stimuli can be commercial, social or physical. يعني ممكن يكون physical زي هيدك، ممكن تيجي دعاية وcommercial وتشوف انه هاي دعاية تحكي اه والله انا بحاجة هاي المنتج. ممكن social تشوف الناس اللي حواليك اصدقائك عندهم اشتروا كلهم certain brand او certain new or version of iPhone whatever، وانت بدك تشتري لانه سوشيال اتحكم عليك، او كل الناس اللي صار عندهم مثلا بالبيت الالكترونيك ديفايسز ما كانت موجوده قبل، انا بدي اصير اشتري زي ربات البيوت الثانيين اللي عندهم في البيت نفس الالكترونيك ديفايسز. فهاي الاشياء اللي الابلاينسز اوكي، فهاي الاشياء اللي بتخليني احيانا انه احنا تخلينا بحاجه للإشي ستيمولاي، يعني the need for the products okay. فبعد ما انا احسن انه انا زي ما حكينا انه عادة زي ما حكيت قبل شوية انه الماركترز بحاولوا they try to arouse this need عن طريق انهم يعملوا commercial advertising، عن طريق انهم يعملوا يحفزوا هاي النيد ريكوجنيشن. فيعني مثلا من انواع الدعايات الطبيه اللي موجوده بامريكا، احنا بشكل عام دعايات طبيه ما بنشوفها على التلفزيون كثير، دعايات الطبيه انهم يعرفوك بالمرض كيف، يعني مثلا عندهم بكون البرودكت بس ما بدهم يحكوا عن البرودكت اذا انت مش عارف المرض، فبصير يحكوا لك تشعر من كذا، بتحس بكذا، وهذا اذا انت عندك المرض الفلاني. فهنا هم يعني they create a disease بعدين they commercialize the product على disease. أول إشي بخلوك تعرف إنه أنت عندك زي مثلا attention deficit hyperactivity disorder ADHD، عادة بيحكوا هذا من الأمراض اللي مخترعة، يعني اخترعوها وبعدين حكوا إنه في products لها. نفس الإشي بأمراض كتير جديدة ما بنعرفها وبكون موجود إلها products. فإذن الأفضل بهاي الحالة بوافق هدول الـ rare diseases ولا الـ rare conditions، أول إشي نعرف بالـ rare conditions أو نخلي الناس يعرفوا إنه عندهم هاي الـ need و situation that need a product، وبالتالي we then commercialize our product okay. وحكينا كمان بالادفرتايزنج حتى بدعاياتهم بيحاولوا انه يبينوا لك انه الاشي هذا سوشيالي، يعني بيجيبوا لك انه الناس الاصدقاء قاعدين مع بعض وعندهم هذا البرودكت وعندهم، فيعني they are trying to stimulate يعني arouses the stimuli for the product need for the product from different aspects that it's socially acceptable you have to have it it's يعني cool whatever إنه to have this new product. فبحاولوا بطريقة ما إنه indirectly affecting you بحيث إنك أنت إنه تصير تحكي آه أنا بحاجته. بس لو جينا قبل فترة وأنت مش بتحكي ما إله داعي، بس بتلاقي كل الناس اللي حواليك صار معهم أو بالدعاية بيجيبوا إنه كل الناس عندهم هذا البرودكت وحابين وإشي تمام وإشي موجود وكمون يعني اللي ما عنده هذا البرودكت زي كأنه ما بواكب العصر، فبتلاقيهم إنهم دي influence النيد بهاي الطريقة. هلا صار عند البيشنت إنه صار عنده need recognition أو الكونسيومر، بعديها ببلش بمرحلة اسمها information search. في إشي اسمه internal search و external search. internal search هو الكوجنيتيف اللي بيكون داخلك، أنت بتتذكر إيش ممكن ده شو استخدمت قبل هالمرات، أو إنه شو سمعت عن البرودكت، أو إنه مثلاً من المسجات اللي كانت تيجي بالدعايات آه كان يحكوا عنه هيك وهيك. ففي شو في معلومات information inside your head، هاي هي بنسميها internal search. external search لا، بتبلش انه تبحث بالانترنت، تسأل الناس، تسأل الاصدقاء الفاميلي، تسأل مثلا other healthcare professional، تدور على information خارج نطاقك اوكي. هاي هون خلصنا مرحلة information، اذا عرفنا انه احنا بحاجة البرودكت السيرفيس، بعدين عملنا information search internal external،
بعدين هلا بنشوف شو في موجود بدائل موجودة بالماركت للبرودكت اللي أنا بشوفه. فكمان هون بحاول إنه أشوف البدائل الموجودة للبرودكت. عادة الـ evaluation could be cognitive thoughtful، يعني أنا بفكر بالالترناتيف بطريقة منطقية وبشوفه. ممكن إنها تكون non-cognitive emotional. non-cognitive يعني أنا بالعادة بكون اختياري و evaluation للأذر بناء على my feelings not my thoughts و not ال information اللي أنا جمعتها. أوكي طيب، هلأ أنا شفت البرودكتس الموجودة، قيمتها سواء تقييم واقعي صحيح بناء على الكوجنيتيف أو بناء على مشاعري وشعوري. ممكن أحكي لا والله شكل العلبة مش عاجبني كذا، هاي تسأل emotional يعني feelings مش شيء واقعي مستند على إشي facts. أوكي بعدين أنا هون هلأ إيش بدي أجي على المرحلة الثانية واللي هي عملية الكونسومشن، إنه فعلا أعمل الشويس وأشتري البرودكت سواء كان من فيندر وأشتري براند أو مش براند. وهنا بعملية البراندينج بتكون مهمة. بعدين بعد ما اشتريته بدي أعمل إشي اسمه Post Purchase Evaluation Stage، أقيم أنا شو شعوري اتجاه، هل أنا satisfied بالبرودكت ولا مش satisfied. عشان هيك كتير صرنا نشوف بالماركتينج بيسألوك إنه evaluate our service، كيف الساتسفاكشن، اعمل ريفيو للاور برودكت، اعمل ريفيو للاور سيرفيس اتسترا. اوكي برافق احيانا شيء اسمه بوست بيرتشيز ديسونانس. البوست بيرتشيز ديسونانس هي لما انت بتعمل هيلث كير ديسيجن وبعدين بتحس حالك ندمان انك انت عملته، انه يو فيل بريشرايز تو باي سيرتين برودكت، وانه يو ار نوت هابي وذ ذا your choices and you have a doubts about what the choice يعني that you already made. okay احيانا متى كيف ممكن بصير، مثلا بيعملوا بلاستيك سيرجري او بيعملوا اشي بعد ما يعملوها بحسوا بندم انهم عملوها وبصيروا يشككوا بقرارهم، او انه احيانا بتروح على مكان على صيدليه والصيدلان بيحكي لك هذا الكريم كتير منيح وبعدين تشتريه وهذا تحكي انا why I made this decision. Okay, so you have doubts about your decision. فهذا بنحكي عنه post purchase dissonance. Okay. Affecting the consumer decision making will be the perception of risk, involvement, or perception of control. السلايدات يعني من هون لنهاية هاي المحاضرة نحكي عن هال three variables ونشرحهم بالتفصيل. الشيء هو the perception of risk. Decisions of consumers are influenced by the consumer's tolerance of risk. A risk taker is likely to act differently from those they are risk avoiders. And there are four, five types of perceived risk. Risks, financial risk, performance risk, physical risk, social risk, psychological risk. رح أنزل support material تعرف كل واحدة من هدول مطلوبة. It's required for the quiz and for the final exam. Okay, it's required. Okay. The perception of risk إلى two dimensions اللي هو severity وchance. Severity refers to the significance of possible consequences of a decision. يعني مثلا حكينا عن ال medications ممكن إنه يكون negative consequences can range in severity from no pain, discomfort, suffering to death. هلا كل ما زادت severity لل potential outcome بالتالي الريسك إله بزيد أكيد. فإذا كل ما زادت severity بده يزيد الريسك. Okay with the decision. We feel our perception of the risk is higher. هسا الchance. Chance refers to the probability of a certain outcomes occurring. Okay, like effectiveness of medication, adverse drug reactions, drug interactions.
وكل ما زاد ال probability بده يزيد ال perception of risk، أو بده حسب طبيعة ال probability هل هو positive thing ولا هو negative thing. أوكي، فإذا زادت ال probability لل adverse drug reaction، adverse interactions etc، بده يزيد ال perception of risk. زادت ال effectiveness من هون بهاي الحالة بده نكون احنا more يعني comfortable in making the decision. هلا evaluating the risk involved in using pharmacy products and services is difficult for most consumers or customers. Why? لأنه consumers they are not drug experts، ما بيعرفوا information على medications وال services وال pharmacy products، so they know little or none about these products or services. وال drug experts واللي بيعرف أكثر عنهم هو pharmacist، ف their evaluation للrisk بيعتمدش عليهم، بيعتمد أكثر على pharmacist اللي هو provide هاي البرودكت والسيرفيس. اوكي، ف امتى بدهم يعرفوا اكثر؟ اذا اخذوا فيدباك من الهيلث كير بروفايدر، got educated by الفارماسيست وهاي الاشياء، فهاي الحاله بصيروا يقدروا مور انفولفد، او بيقدروا بكونوا مور انفولفد ان ايفالويتنج ذا ريسك. اوكي، الثاني اللي هو الـ involvement. Involvement is defined as the consumer's perception of the importance، يعني the perception of the importance of a person, object or a situation. كتير مهمة الـ involvement لأنها indicator قديش أنا motivated، with signals personal relevance، قديش أنا مرتبط بالشغلة، قديش بشكل لي هذا الإشي أهمية أو relevant to me. أوكي، فعشان هيك مثلا ال sick people pay more attention to health messages than ال healthy people do، لأنه ال messages are more relevant to their personal situation. فبالتالي زي ما حكيت لكم signal relevance، فأنا لما أنا أكون sick بحس الهيلث مسجز والأشياء اللي بتحكي عن الصحة more relevant to me than not أو الهيلثي people. أوكي، الانفولفمنت also is important to pharmacists. ليش؟ لأنها الconsumers who are interested in their health and healthcare behave differently من اللي who are not. الانفولد والتالي الانفولد بيرسونز عادة، تذكروا حكينا عن extended problem solving، they are more involved in extended problem solving and pay more attention للhealth information. اوكي، وبالتالي they are more committed للtherapeutic plan، more committed يعني they are have higher rate of adherence. وممكن هدول نلاحظ انهم راح يكونوا متعاونين معانا as healthcare provider، they accept our advices، they take our recommendations. فعشان هيك كل ما حس الانسان حاله انه more involved، واحنا او pharmacist شفنا انه الكونسيومر مور انفولفد، بنلاحظ انه احنا ممكن نتعب عليه اكثر، نعطيه نصائح اكثر، نقضي معه وقت اكثر، انه هو راح بالنهايه بي مور اتنشن، و they will eventually behave differently and take our recommendations يعني in a higher rate than in non-involved patients or customers. Okay. Involvement with pharmaceutical and pharmacy services is influenced by several factors: personal relevance, product or situation. A personal relevance of the object to the consumers. هون انتبهوا للconsumers مش للpharmacist. احنا كpharmacist ممكن نشوف any healthcare product or service is critical and important.
بينما الكونسيومر ما بشوفها بهاي الطريقة. فإنها بالنهاية بتعتمد قديش الكونسيومر شايف البرودكت أو السيرفيس أو بالفارماسي سيرفيس how much is relevant to him or her. Okay. Also, it is affected or influenced by the product or service in being considered. Okay. فإيش هو البرودكت أو السيرفيس اللي إحنا عم بي offering للكونسيومر بيأثر هل هو إحنا في relevant ولا لا. How it meets the needs or wants تاعت ال customers. Okay. وبعدين كمان البرودكت احيانا كمان بهمنا how it's priced, how it's يعني promoted, كله بيأثر على انه قديش ممكن يخلينا involved في الـ toward البرودكت. اوكي. Also the situation itself يعني affect the involvement. ممكن انا اكون healthy when I got sick, انا اتغير الـ level of involvement تاعتي. فكمان بتعتمد على الـ situation also. In general, consumers are involved in decisions relating to pharmacy services and pharmacy products. عادة بنلاحظ أن consumers لهم high level of involvement في pharmaceuticals والpharmacy services والproducts. Okay. قديما كان لهم أقل, حاليا مع وجود أنه information available على كل مكان, في ريفيوز, في اشياء, تلاقي البيشنتس بيقرأوا, بيكونوا جايين على الصيدليه عارفين ايش بدهم وقارئين عن البرودكتس او السيرفيسز اللي بدهم اياها. ليش بهمنا انه نعرف قديش الليفل اوف انفولفمنت وقديش الاشي ريليفنت والليفل اوف امبورتنس والريليفنسي للكاستمرز؟ لانه بالنهايه احنا بدنا نفهم هاو ذي بيهيف الكونسيومرز, وبناء عليه نغير بطبيعه تعاملنا هاو وي انتراكت وذ ذيس كونسيومرز اور كاستمرز. اوكي. فمثلا لو احنا اجينا بدنا نعمل customizing للسيرفيس according to their involvement, فزي ما حكيت لكم highly involved customers can receive more complex messages and greater amount of information. okay. زي ان هم نفسهم الناس اللي بيدخلوا بالextended problem solving. lower involved customers عادة they relatively يعني they need relatively simple, short, repetitive message, وبالتالي هاي بتكون it's better for them. okay. كيف ممكن enhance ال patient involvement? okay. عن طريق ممكن نعمل لهم education للpatient about their diseases, medication therapy, ونبين لهم قديش هم عندهم الريسك وال الريسك للsituation, وبالتالي they feel they are at higher risk, فبصيروا انهم more involved. okay. زي مثلا هسا البيشنتس اللي بيعملوا جينيتك تيستينج, اذا عندهم هم كانسر, عندهم سم كانسرز جينز اور نوت, فبتلاقيهم مور انفولفد في هاي الموضوع, انه بدهم يعملوا لحالهم بريفنشن وبروتكشن, وبيحاولوا اللايف ستايل تبعهم يغيروه بحيث انهم يكونوا اقل ريسك فاكتور, يعني يقللوا الريسك اوف جيتينج كانسر وهاي الاشياء. انا اولسو كمان البيشنتس اللي عندهم ريسك فاكتورز بتلاقيهم دائما حاولوا يعملوا modifying لهاي الريسك فاكتورز. اوكي. also لما احنا نيجي نعطي الى information للبيشنتس وهيك, نحاول انه نحكي معهم بمكان quiet away from distraction, وبالتالي انه نخليهم هم يعني feel they are important, والinformation نتأكد من وصولها لإلهم. كمان احنا كمان لما بنيجي نعطيهم counseling و education لازم يكون up to their level, نحاول نحكي بطريقة العامية بكلام مبسط هم يفهموا. اوكي.
وكمان نعمل simplifying للمسجز اللي بتوصلهم حتى نقلل الكوجنيتيف بروسيس اللي هم لازم ذي بروسيس حتى انهم تو جيت الانفورميشن. اوكي فهنا بنقدر نعمل انهانس للبيشنت انفولفمنت consumer decision making هو the perception of control. The perception of control refers to consumer perception that they can influence their personal situation and environment. How much they have control over their self, how much they have control in making the decision. قديش بيقدروا to make change ويعملوا تغيير بحالهم وبمجتمعهم وبيئتهم. Okay. It's very important for consumers to feel that they are in control of their lives, of their situations, and of the pharmacy service experience also. Okay. فشو كيف إحنا ممكن إنه نحسن كفارماسيست أو كفارماسي experience نحسس consumers they are in control ونزيد ال feeling of control. Feedback about the consumer progress in service sequence. يعني إحنا ممكن إحنا مريض بدخل عنا على صيدلية بأخذ خدمة معينة بنصرف له medication إشي زي هيك نحكي له أعطينا feedback عن ال process اللي أنت مريت فيها من أول ما دخلت الصيدلية أو من أول ما صفيت السيارة ولقيت مصف مثلا لحد ما أخذت الدواء وطلعت من الصيدلية احكي لنا فيدباك عن هاي الاشي. فهم لما يعطي فيدباك بحس حاله انه هو له فاليو ورأيه مسموع ورأيه رح يتاخذ بعين الاعتبار ورح يساهم he can make the change اللي احنا بنحكي عنه وبالتالي هو in control في هاي البروسيس اللي هو اللي اتعرض لها. شغلة تانية increase the choices. يعني احنا لما بنيجي بنحكي للبيشنت ياخذ كف ميديكيشن نحكي له في عندك هذا الخيار وهذا الخيار وهذا الخيار. اوكي فلما بنحكي له انه انت عندك التشويسز يعني بنخليهم يحسوا انهم ان كنترول. بس بهاي الحاله لازم يكون اذكياء ما نعطيهم تشويسز اكثر من ثلاثه ولا نعطيهم ولا تشويس نعطيهم 2 تو 3 تشويسز. يعني احنا اخترنا الثلاثة هو شو بعرفه انه في 10 choices ولا 15 كف medication مليان الصيدلية كف medications بس احنا لما بنجيب له 2 او 3 choices احنا هون اخترنا 2 و 3 choices وعطيناه feeling انه هو بامكانه الاختيار و in control and choosing one of them وبالتالي هنا زودنا الفيلينج لإله إنه هو in control في الفارماس في عملية الاختيار الصيدلاني في عملية الخدمة الصيدلانية اللي تقدمت له. أوكي فحكينا not too many choices up to 2 to 3 choices. بالإضافة نقدر نعمل make a service experience as consistent and predictable as possible. وهذا الاشي دائما بتلاحظوه يعني مثلا لما بتدخل على بنك بتدخل على مثلا زي السلاسل المطاعم بتدخل بتحس انه في سيستم زي ما حكينا السيرفيس زي قبل حكينا سيرفيس سكريبت وبلو برينت وهي الاشياء بتخلي الواحد انه الاشي متوقع وستاندرايزد. اوكي فلما انت بتيجي على مكان وعارف انه هلا انا بدي اخذ فيشه بدي استنى دور راح ينادوا علي من الشباك راح يجي الكاستمر سيرفيس ايجنتس راح يحكي معاي بعدين كذا. وكمان شغله تانية ممكن انه كمان نحط توقيت انه انت دخلت هلا دورك كمان ربع ساعة راح الويتنج تايم هالقد راح يكون 10 ربع ساعة ويتنج تايم بعديها راح يجي دورك. لما انت مثلا تحس انه مثلا ويتنج تايم ربع ساعة بهاي الربع ساعة ممكن اشتغل شغل تاني اميل على مكان تاني وارجع على الصيدلية لحتى يجي دوري.
فالواحد هون لما يحس حاله انه بريدكتد وكونسيستنت وكل مره باجي بمر بنفس الخطوات بحس حالي انه انا ان كنترول، متوقع شو رح يصير معي وعارف انه البروسيس كيف تمشي، فبحس حالي انا اللي مسيطر. يعني انا عارف انه في قدامي 4 خطوات، انا بامكاني حريه الاختيار اضلني في الصيدلية ولا أمشي مع قدامي ربع ساعة انتظار، هل أنا أكمل في البروسيس ولا وقتي لا يسمح. فهنا بتحس إنه أنت you have sense of control over the process، وإنك أنت to choose whether to complete to go through all the process or يعني إنه to retract and not to go over it. okay